السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن could, was, were, able to بالفقرة الأولى. بالفقرة الثانية نتكلم عن can't ومسنت. كما تكلمنا بدرس سابق وفيديو سابق عن مودل فيرس الأفعال الناقصة، وقلنا أن أفعال ناقصة لا يمكن أن تكون لوحدها في الجملة، مثلا لا أستطيع أن أقول I can in the sea، أستطيع في البحر، يجب أن أضيف فعل رئيسي في الجملة I can swim in the sea. إذا نتكلم عن could, was, were, able to، الفقرة الثانية نتكلم فيها عن can't mustn't. We use could, was, were, able to express ability or possibility in the past. نعبر عن قدرة أو استطاعة أو إمكانية في الماضي. إذا استخدام could, was, were, be able to نعبر عن قدرة أو إمكانية في الماضي، قدرة على القيام بشيء أو إمكانية القيام بشيء. was able to يعني كنت قادرا على أو كان قادرا على. were able to كانوا قادرين على. إذا نحفظ التركيب هذا able to قادر على. we use could لا ننطق ال لا نقول could could. we use could to talk about general ability or possibility in the past. نستخدم could كان بالشكل الأول could بالشكل الثاني بالماضي to talk about general ability نتكلم عن مقدرة عامة يعني بشكل عام or possibility أو إمكانية in the past في الماضي. مثلا إذا إمكانية أو استطاعة في الماضي I could swim when I was 4 يعني كنت أستطيع أن أسبح عندما كان عمري 4 سنوات. إذا could was بالماضي نستخدم could. I could swim when I was 4 إذا كنت أستطيع أن أسبح عندما كان عمري 4 سنوات or 4 years old. we could visit Rome often when we lived in Italy. كان بإمكاني أو كان بإمكاني أزور روما عندما كنا نعيش في إيطاليا. إذا لاحظ lived in the past استخدمنا could. we could visit Rome روما often when we lived in Italy. إذا استخدام could نتكلم عن مقدرة عامة بشكل عام أو إمكانية في الماضي. we use was were able to. إذا هالتركيب هذا نحفظه. طبعا نعرف إنه I, he, she, it نستخدم was. we, you, they نستخدم معها were. was were الماضي من am was are. we use was were able to say that we managed to do something in the past. يعني نستخدم التركيب هذا was were يعني كنا قادرين على أو كنت قادرا على لنقول بأن خططنا أو رتبنا لفعل شيء ما في الماضي. إذا شيء صعب لكن استطعنا أن نرتب ذلك بمقدرتنا أو بطريقتنا. I was able to swim across the lake يعني كنت قادر. لاحظ نحفظ التركيب هذا was able to يعني أنا كنت قادرا على. أنا كنت قادرا على swim أنا أسبح across the lake في البحيرة أو عبر البحيرة. it was difficult but I managed to do it. كان من الصعب لكن أنا رتبت لأقوم بذلك يعني لأسبح. Italy was able to beat the USA in football. يعني كانت إيطاليا قادرة على. إذا التركيب هذا نحفظ بصم سوية يأتي 3 أجزاء. إذا كانت إيطاليا قادرة على أن تهزم الولايات المتحدة في كرة القدم
It wasn't easy, لم يكن سهلا, but they do it, لكنهم استطاعوا القيام به. إذا نستخدم was, were able to لنعبر عن شيء نخطط للقيام به رغم أنه يعني رتبنا القيام به رغم صعوبته. I was able to swim across the lake. They was able to beat the USA in football. المثالين كان من الصعب لكن رتبوا بمقدرتهم أو بطريقتهم الخاصة. We use couldn't. Couldn't هي اختصار could not. Couldn't or not be able to, ليس قادرا على. To say that someone didn't have the ability or possibility to do a specific thing in the past. نقول بأن شخص ما لا يستطيع أو لم يستطيع أو لم يكن له القدرة أو الإمكانية لأن يقوم بشيء محدد في الماضي. إذا نستخدم couldn't not be able to نقول بأن شخص ليس لديه المقدرة أو الاستطاعة أن يقوم بشيء محدد في الماضي. مثلا the runner couldn't finish the race, لم يستطع العداء أن ينهي السباق. إذا شيء في الماضي شخص ما لم يستطع أن يقوم به, ما هو؟ أنه إكمال السباق. runner من كلمة run, run يركض, نضع دبل N تصبح runner عداء. زادنا teach يعلم, teacher معلم. drive يقود تصبح driver سائق وهكذا. الحين يرجع على الدرس السابق تكلمنا أو فيديو سابق تكلمنا عن RE و ER. RE نضعها قبل الفعل, ER بعد الفعل. The runner couldn't finish the race. We weren't able to see the big lion. لم نكن قادرين أن نرى الأسد الكبير. لاحظ were able to فقط وضعنا بعدها not. إذا بعد was نضع not, was not, were not. We weren't able to, لم نكن قادرين أن نرى see the big lion. إذا عندما لا نستطيع القيام بشيء محدد في الماضي نستخدم couldn't, wasn't, weren't able to. إذا بعد الفقرة نتكلم عن can't, mustn't. can't هي اختصار لي can not, نحذف ال N وال O نضع بدلا عنها apostrophe T. can not تصبح can't. عدنا must not يجب ألا, إذا لا يستطيع يجب ألا, نختصرها بهذا الشكل نحذف ال O نضع apostrophe T. لا وال T لا نرفضها, لا نقول mustn't mustn't. إذا نستخدم we use can't mustn't to express prohibition, إذا نعبر عن منع. إذا prohibition إذا منع من القيام بشيء ما. أول مرة نستخدم can't, we can't smoke at the station, إذا لا نستطيع أن ندخن في المحطة. أيضا ممكن نستخدم mustn't, we mustn't smoke at the station, لا يجب أن ندخن في المحطة. إذا هذا منع. إذا أول الاستخدام لي can't و mustn't بمعنى المنع. We choose mustn't when we talk about our own decisions, عندما نتكلم عن قراراتنا نحن, قراراتنا الخاصة. And we choose can't ونختار can't to report decisions, لننقل قرارات taken by other people, لننقل قرارات اتخذت من قبل أناس آخرين. إذا mustn't إذا كان قرارنا نحن, قرارنا الخاص. can't إذا نعبر أو ننقل قرار اتخذ من أناس آخرين. راح نأخذ مثالين من خلالهما نوضح استخدام mustn't وكانت من خلال أمثلة وشرح مفصل لها. You mustn't leave the class during the test, يعني يجب ألا تغادر الصف خلال الامتحان.
إذا استخدمنا must send. ماذا يعني؟ The teacher expresses his her decision. يعني تعبر المعلمة أو المعلم عن قرارها أو قرارهم. إذا اتخذ المعلم أو المعلم قراره بأن لا يغادر الصف. إذا نستخدم must send عندما نعبر عن قرارنا نحن أو قرار الخاص. You mustn't leave the class during the test. بينما can't لاحظ we can't enter the museum without a ticket. لا نستطيع أن ندخل المتحف. نحفظ كلمة museum متحف without بدون a ticket تذكرة. ماذا يعني؟ The museum authorities have made this rule and were reporting their decision. يعني سلطات المتحف اتخذت هذا القانون and were reporting their decision. ونحن ننقل قرارهم فقط. إذن can't نستخدمها عندما ننقل قرار الآخرين. We can't enter the museum without a ticket. لاحظ with يعني مع أو be. Without بدون. Without a ticket بدون تذكرة. Authorities سلطات authority نحفظها هيئة أو سلطة بالجمع حذفنا الواي استبدلناها ب I وضفنا ES. مثل عندنا كلمة بالجمع درسنا في فيديو سابق story قصة. إذا كانت الاسم أو كانت الكلمة منتهية بواي مسبوقة بحرف ساكن لا نضيف S مباشرة نستبدل الواي ب I ونضيف ES. بينما إذا كان أو إذا كانت الكلمة منتهية بواي مسبوقة بحرف صوتي مباشرة نضيف الكلمة S. لاحظ have made يعني لقد قرروا. لا نقول قد صنعوا لقد قرروا هذا القرار. إذا you mustn't leave the class during the test. We can't enter the museum without a ticket. Mustn't عندما نقرر أو نتكلم عن قراراتنا الخاصة. Can't عندما ننقل قرارات الناس الآخرين. إذا بهذا الشكل أنهينا هذا الفيديو. تكلمنا فيه الفقرة الأولى عن couldn't و was wasn't weren't able to could was were able to بمعنى كنت قادرا على. الفقرة الثانية تكلمنا عن mustn't و can't. من المهم جدا معرفة الأفعال الناقصة هذه ومعرفة كيف أستخدمها باللغة الإنجليزية بشكل صحيح، بالتالي يكون حديثنا بشكل أفضل وكتابتنا أيضا بشكل صحيح. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.